اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الصيدلي مع الدكتور وائل علي. وحشتوني والله، يا اجازه كانت طويله شويه، اجازه العيد، وان شاء الله باذن الله تكون ايام كلها خير علينا يا رب وعلى كل العرب وعلى كل المصريين. وكمان يعني النهارده اول مره نطلع من الديكور الجديد من شاشه المحور في مدينه الانتاج الاعلامي في القاهره في مصر، وان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير علينا وعليكم جميعا. النهارده انا حاولت بقى نخرج شويه من الكلام عن الدواء والكلام عن الحتت الصعبه شويه في الصيدله زي ما قلت، وقلنا خلاص خلينا نتكلم النهارده عن حاجه جديده شويه واحنا شفناها كلها في العيد، عن اللحمه. اللحمه، ايه علاقه البرنامج الصيدلي باللحمه؟ انت جاي تكلمنا النهارده عن اللحمه. ما هو احنا لما نيجي نتكلم على اللحمه او نتكلم على البني ادم، احنا ما بناكلش غير لحمه، بناكل لحمه، بناكل فراخ، بناكل حمام، بناكل طيور. طيب هي اللحمه دي انا كصيدلي بشوفها غيرك، وكمان الطبيب البيطري بالمناسبه لان هو ده تخصصه، بنشوفها ازاي؟ بنشوف ايه اللي جوه اللحمه، ايه اللي ممكن يضرك. هي ممكن تكون سبب في ان تعمل لك مشاكل، تعمل لك مشاكل ومشاكل كتير. طيب ممكن تعمل ايه اللحمه؟ تعالوا نشوف الصور كده ونتكلم على هي الحيوانات ممكن تاخد أدوية؟ الحيوانات ممكن تاخد أدوية؟ طبعا تاخد أدوية زيها بالظبط زي البشر. طيب ايه تاني؟ الطيور ممكن تاخد أدوية؟ الطيور بتاخد أدوية، سمعنا كتير جدا جدا. طب هل الأدوية ممنوعة على الحيوانات؟ لا مش ممنوعة، من سنة 1940 ومن 1960 بدأوا يدوها. بس المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في الحقن، ومش مشكلة في المشاكل اللي احنا ممكن نلاقي مثلا حيوان تعب او مرض بنديله دواء، لكن المشكله في حاجه اسمها الدراج ريزيدوي. ايه الريزيدوالز او ايه اللي باقي؟ يعني هو خد مضاد حيوي معين، المضاد الحيوي ده بيفضل قد ايه في جسم الحيوان، ومفروض هذا الحيوان يتذبح بعد قد ايه؟ ليه؟ لاني انا ممكن اخد مضاد حيوي او ادي الحيوان مضاد حيوي وبعدين اذبح على طول. تخيلوا كل الماده الفعاله اللي جوه اللحمه انا باخدها وباكلها، او جوه الفراخ او جوه الحمام. انا مش جاي اخوفكم النهارده، بس انا جاي اقول لكم على حقيقه مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها. الحيوانات اللي احنا بناكلها دي كلها بتاخد ادويه؟ قولا واحدا بتاخد ادويه. بس هي النقطه، المشكله من الادويه ولا المشكله اللي ما بعد الادويه؟ هل هي بيتبقى فيها وفي هذه اللحمه ادويه؟ قولا واحدا بيتبقى فيها. لذلك الدراج ريزيديوال، تخيلوا حقكم في ايه تاني؟ في اللبن. اللبن كمان ممكن يبقى فيه ماده اسمها الافلاتوكسين، ودي مشهوره جدا جدا. هذه المواد المترسبه والباقيه بتعمل حاجات بيسموها كارسينوجينيك، يعني بتعمل كانسر. ونرجع نقول ايه ده، هو السرطانات زياده ليه؟ هو السرطان زاد ليه مره واحده؟ ما انت مش واخد بالك. انت ممكن تكون اللي انت بتاكله يكون هو سبب رئيسي في هذا السرطان. خدت بال حضراتكم؟ مش بس كده، ده ممكن بيدوا مضادات حيويه، بيدوا هرمونات. طب هو الموضوع كده هبهظن؟ لا، تعالوا نبص كده التقرير ده في المذبح، ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى علشان خاطر يقننوا هذا الوضع ويكون صحي. اتفضلوا حضراتكم شوف التقرير ونرجع تاني على طول. المجزر الآلي طبعا بالنسبة لنا المجزر هنا بينقسم إلى نصفين. في الجزء اللي هو كان المفروض مبني آلي اللي هو اشتغل سنة 82، اللي هي الخطوط الآلية عبارة عن 6 خطوط، في منها خطين بقري وخط مخصص للجمال، وكان في خط مخصص لذبح البتلو، وفي خط مخصص لذبح الضاني. بالنسبة لنا طبعا مع الشغل بتاع الآلي اتحول المجزر من شغل الآلي بالنسبة في الناحية اللي هي الآلية إلى الشغل من الناحية اليدوية، وده راجع لطبيعة الجزار وطبيعة الاستهلاك بتاع المواطن المصري. برضه طبيعة المنافسة بين الجزارين، اللي كل لحم كله عايز يطلع في وقت واحد، بدأت طبعا إن كل جزار ياخد له حتة معينة من العنبر يخش
يخش فيها بالعقول بتاعته يذبحها ويخلصها من حيث المراحل اللي هي مراحل التجهيز اللي هي مراحل السلخ والتجويف لحد الدكتور ما بيطلع يكشف عليها. اولا الجزار بيجيب العقول بتاعته من مصدرين، قلنا من المصدر اللي هو الاسواق والمصدر الثاني المزارع. المزارع دي بتيجي معاها شهاده ان انت كنت واخد مثلا حقن او انتبيوتيك او الكلام ده كله. المجزر الاسواق ده معهوش شهاده، والجزار ما عندوش وعي اذا كان عارف مثلا الذبيحه دي خدت حقنه او واخده مضاد حيوي او واخده الكلام ده كله او في يزيدوا من الادويه دي موجوده في اللحم ولا لا، وبالتالي هو بيجيبها يذبحها هنا. لما بيخش فيها احنا بندخلها 12 ساعه في قلب الكانتين عندنا، ملاحظه في ال 12 ساعه دي لو درجه الحراره بتاعتها عاليه يبقى اذا ممكن يكون في مواد موجود في قلب اللحم ده او حمى. مثلا اول ما بنذبح بنعلق بيجي يكشف على القلب ويكشف على الضرنه بتاعت اللحم كله، ده لازم ده، وبيدي اذن للختام يختم بعجل بعجلين بعشره زي ما انت حضرتك ذبحه بقى. هو الختم ادام هو كشف لازم يختم لان جنبيه الختام على طول. لا مفيش كشف قبل الذبح، لا النظافه في المجزر مش كويسه، وعدم اضاءه وعدم اعتناء بالشيء نفسه، في كل حاجه موجوده بس مفيش. وبالنسبه للعمال مفيش عمال تنظف ولا في نظافه ولا في اي حاجه. بيروح الذبيحه مثلا تروح في وقت عشان مثلا تلاقي ختام يختم لك اللحم، ما بتلاقيش حد يختم لك اللحم، بتلاقي في مشكله في الختم برضه لان كميه الذبيح كتير والاختام قليله، يعني اللي هو بيختم اللحم مش كتير. دي مشاكل اللي بنلاقيها في المذبح مع النظافه دي اهم حاجه. طبعا احنا بنشتغل في اكل وشرب، اهم حاجه عندنا النظافه.